بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نتحدث عن حال السلف في رمضان، ونبدأ بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان بشر أصحابه. إذا قرب شهر رمضان قد أظلكم شهر مبارك. ونجد الفرق في عبارات أهل الزمن وعبارات النبوة. الرسول يقول إيش؟ أظلكم شهر مبارك، والناس يقولون رمضان كريم. والعبارة النبوية أفصح وأصح وأسلم. فالمسلم دائما يتبع كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان السلف الصالح رحمهم الله من عنايتهم بهذا الشهر ومعرفتهم لقيمته ونفاسته كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، شهر رمضان، وبعد صيامه يسألون الله بقية 6 شهور أن يتقبل ويتسلم منهم هذا الشهر وأن يتقبله. وهذا دليل على العناية التامة بشهر رمضان. بل من العناية بهذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان. كان صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر كما كان يصوم من شعبان، ولقد كان يصوم شعبان كله وفي رواية إلا قليلا. ولماذا قال كله؟ قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: العرب تطلق الكل وتريد الأغلب، ألا ترى أنهم يقولون قمت الليلة وهو قد نام جزءا منه وأصاب طعامه وربما عاشر أهله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من عنايته برمضان أنه كان يصوم بين يديه شهر شعبان، حتى قال العلماء كلاما جميلا جليلا عظيما. قال العلماء أن صيام شعبان بين يدي رمضان كالسنة القبلية، كما أن الصلاة الفريضة لها سنة قبلية، فصيام شعبان سنة قبلية لرمضان. قالوا: وأما صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان هي السنة البعدية، كالسنة البعدية للصلاة، فالصلاة لها سنن راتبة كما لا يخفى على شريف علمكم. ففيه سنن قبلية وفي سنن بعدية. فهذا الشهر لشرفه ولنفاسته كانت هذه أيضا السنن بين يديه وبعده. رمضان عظيم، ما وقع في زمن أو مكان إلا شرفه. القرآن نزل فيه، فالقرآن ما نزل في زمان أو مكان إلا زاده شرفا، أعني القرآن. فنزل في رمضان فكان سيد الشهور شهر رمضان، ونزل في ليلة القدر كما سمعنا في تلاوة الفريضة إنا أنزلناه في ليلة القدر، فكانت هذه الليلة أشرف الليالي على الإطلاق لنزول القرآن فيها. طبعاً النزول قد يشكل على بعض الناس، يقول كيف الله يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر،
هو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة؟ هذا وارد السؤال، والجواب أن القرآن نزل من عند الله إلى سماء العزة، ها، إلى سماء الدنيا جملة واحدة، نزل جملة واحدة، هذا المقصود به إن أنزلناه في ليلة القدر، ونزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم منجماً أي مقسطاً مجزأً في 23 سنة حسب الوقائع والحوادث ومناسبات النزول. هذا الذي يزيل الإشكال. إذن هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فكان أفضل الرسل والأنبياء، نزل على هذه الأمة فكانت خير الأمم، نزل في مكة والمدينة فكانت خير البلدان والبقاع. ولهذا جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فمن علم القرآن أو تعلم وحمله فإنه من خير خلق الله. انتبهوا يا أخوان، نعم السؤدد والشرف والعز والمجد ليس بأموال أو أنساب أو أحساب، لا، إنما هو بكتاب الله وسنة رسوله. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، نعم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا بلال بن أبي رباح الحبشي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال ما تصنع أنت؟ كلما رأيتني أدخل الجنة سمعت دفا عليك أمامي أو خشخشة قدميك أمامي، ماذا تصنع؟ قال: يا رسول الله ما أحدثت حدثا إلا وأحدثت له وضوءا وطهورا، وما تطهرت وتوضأت ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. قال: نعم يا بلال. فالعز كل العز بهذا القرآن وبهذه العبودية للرحمن سبحانه وتعالى. إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل بالقرآن كل ليلة، كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل القرآن، يجلسان ويتدارسان القرآن، سيد ولد آدم وسيد الملائكة طيلة شهر رمضان كل ليلة، إلا في عام وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بالقرآن مرتين كالمودع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعنى بشهر رمضان، وكان فيه مراجعة القرآن مع جبريل ومدارسته. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة يعني بالمطر والرحمة والغيث. وانظر إلى هذا التمثيل العجيب، ها، هذا الحديث رواه ابن عباس في الصحيح، قال: أجود بالخير، الرسول يجود بالخير أجود من الريح المرسلة بالمطر والغيث. فالمطر والغيث والرحمة تنتشر وتعم وتسقي العباد وتنبت الكلى والعشب، فنفع الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يعم، نفعه عظيم بهذا الوحي وبالسنة وبجهاده وبأخلاقه وبسيرته. وماذا عسانا أن نقول في هذه الدقائق المعدودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة لا يسمح لي الوقت، لازم أرمم الكلمة ولازم أختزلها وأختصرها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم
ننظر نظرة بسيطة قصيرة يسيرة عن هديه في القرآن. سمعتم هديه مع النبي مع جبريل، وكان يستقرئ أصحابه، قال لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي. فابن مسعود قال: كيف أقرأه عليك يا رسول الله عليك أنزل؟ صحابة مؤدبين، صحابة عندهم خلق رفيع. قال: كيف أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت ما شاء الله من سورة النساء اللي قرأ علينا الشيخ في صلاة التراويح. قال: حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: لي حسبك. قال: فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان. الرسول تذرف. ولهذا يقول الله: وإذا قرئ القرآن إيش؟ فاستمعوا له وأنصتوا. ليش؟ لعلكم ترحمون. فمن أسباب نزول الرحمة ونيل الرحمة الإنصات للقرآن واستقراءه من قرائه وأهله. ابن مسعود من القراء الكبار اللي نقل عنهم كتاب الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه في القراءة في الصلاة أنه كان يطيع في صلاة إيش؟ في صلاة النفل، في صلاة التراويح، في صلاة القيام، كان يطيل. يقول ابن مسعود وفي حديث آخر لحذيفة: قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في نفر فشرع في البقرة فقلت يركع في نصفها، قال: فأتمها. قلت: يركع. فشرع في آل عمران فقلت يركع في نصفها، قال: فأتمها. فقلت: يركع. فشرع في النساء فقلت يركع في نصفها فأتمها فركع حتى هممت بأمر سوء. قالوا: ما هممك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت اجلس واتركه، هذا الأمر السوء. معناه يجوز الجلوس، يجوز الجلوس حتى للقوي. صلاة النافلة يؤذن فيها الجلوس للقوي مش الضعيف. الضعيف العاجز يجلس في الفريضة، العاجز والضعيف أيضاً إذا عجز أن يصلي التراويح يجلس وله الأجر كاملاً لأنه عاجز. والمسلم يكتب له أجره صحيحاً مقيماً إذا سافر أو مرض. لكن واحد نشيط، ها شباب، قال: والله الكراسي زينة ذي ومريحة، والإمام يعني شوية يطول. طبعاً إمامكم سمح الله يوفقه يجزاه الجنة. قال: بجلس. ما حد يتكلم عليه ولا حد يقول كلمة، معه الحق يجلس، لكن له النصف. ما له الأجر الكامل في القيام، له النصف. إذا 1000 حسنة له 500، إذا 1,000,000 له 500,000. وفضل الله واسع لا يحد بحد ولا يعد بعد. إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم كانت أقدامه تتورم وتنفط وتمتلئ بالماء من شدة القيام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى إذا بدن في آخر عمره، ويجيني واحد يقول واحد إن الرسول يقول إنه بدين، لا لا، بدن يعني بدأ يظهر بعض اللحم عليه مع الكبر، صار يجلس أحياناً ويتنفل ويصلي جالساً بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم ما في وقت كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم واشتاقون يتلذذون. أنتم ما تتصورون لذة الصحابة في القرآن. خليني أذكر لكم حاجة: كان الرسول في سفر ووضع حارسين ونام هو ومن معه من الجيش أو من الأصحاب، ناموا ووضع حارسين. قال واحد:
لعله بلال للحارس الآخر أبنام، فإذا جاء نص الليل قومني تأخذ. فقال نم وكبر وصلى. فجاء رجل متسلل من الأعداء فرماه بسهم، وكان يقرأ لعلها سورة الكهف، ولم يوقظه ولم يسبح ولم يكبر حتى يوقظه. فقام بلال فرآه فقال: ما لك لم توقظني؟ دماء تنزف والسهم بجسده. قال: كنت في سورة طويلة وكرهت أن أقطعها. حنا لو تبط النمل ذي السودة تقرص واحد منا كان يمكن يلخبط التراويح علينا، الله يتوب علينا. شوف كيف حب الصحابة للقرآن يضرب بالسهم بما بما يقتل وتنزف دماؤه، فلا يتحرك ولا يتبدل ولا يتغير ولا يقطع صلاته. عمر يوم طعن ونزفت دماؤه قدم عبد الرحمن بن عوف وتم الصلاة خفيفة، ثم التفتوا لعدو الله الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي الفارسي الخبيث المخبث الذي عاجل نفسه وانتحر إلى جهنم وبئس المصير. الصحابة رضي الله عنهم يعظمون الصلاة، يعظمون القرآن، يعظمون رمضان. قالوا: يا رسول الله، لما صلوا مرة وراه خفف النبي، طبعا التخفيف يعني بالأجزاء، قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني ليش ما تصلي بنا باقي الليل هذا، طلعنا للسحور ولا قبيلة بدقائق. قال: فإنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له إيش؟ قيام إيش؟ ليلة. احمدوا الله إخوان، اشكروا الله. الحين إمامنا صلى بنا كم ساعة؟ الأربع 40 دقيقة. الله يحسبها لنا من المغرب إلى الفجر. نعم، إلى الفجر. قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له إيش؟ قيام ليلة. هذا فضل من الله، هذا عطاء الكريم الأكرم سبحانه وتعالى. يريد منا نية صالحة وعزيمة صادقة. وكان الصحابة كما جاء عن السائب بن يزيد قال: كانوا يعتمدون في القيام على العصي، كما معهم عصي ها ويحطونها ويتسندون عليها من طول القيام، بالأجزاء يصلون بالأجزاء. إذا كان النبي صلى بخمس أجزاء، البقرة وآل عمران والنساء، بركعة واحدة، ويقولون بعد نفلنا لو نفلتنا. وإحدى مرة قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر قال: فلما انصرفنا كاد يفوتنا الفلاح. وش الفلاح؟ السحور. كاد يفوتهم، يلا راحوا على عجل يأكلون، مصلين من العشاء إلى قبيل الفجر رضوان الله عليهم. هذول اللي قال عنهم الله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذول الرجال اللي قال الله عنهم فيه: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. هذول الرجال اللي قال الله عنهم: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. من صور سلفنا الصالح رحمهم الله أنهم كانوا يختمون، طبعاً منهج الصحابة في ختم القرآن في سبع، في سبعة أيام يختم القرآن. هذا الذي صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختمون كل سبع. وهناك بعض السلف من كان يختم كل ثلاثة أيام، وسليمان الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي يقول كان الشافعي يختم كل يوم ختمة، فإذا جاء رمضان ختم في كل يوم ختمتين. أنا كنت أقرأ وأنا شاب صغير، أقرأ وأحدث على جماعتي في مسجد من مساجد أحياء الرياض القديمة،
وأسمع هذه الأخبار وتعجب شلون يختم. فلقيت الشيخ العلامة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الجبرير رحمه الله في الحرم في الدور الأول في توسعة سعود رحمة الله عليه، فسألته قلت يا شيخ حنا نقرأ في كتب المواعظ وفي كتب السلف الختمات في اليوم وختمتين، قال إيش الإشكال؟ قلت يمكن هذا؟ قال إيه، قال جدي، يقول الشيخ عبد الله الجبرين، وكان جده إمام وخطيب قريتهم حول القويعية، وأبوه خلفه والشيخ خلف والده، بيت علم وبيت قرآن الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، ورحمهم الله جميعا، ورحمنا الله وآباءنا وآباءكم وأمهاتنا وأمهاتكم جميعا. قال كان جدي يضع المصحف إذا أخر رمضان فيختم كل يوم، يدخل الفجر ما يجي العصر له خاتم مع المصحف المجزأ. شيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان العالم الكبير الأصولي الفقيه يقول كنا نذهب إلى المسجد الكبير الجامع هذا تركي بن عبد الله أيام محمد بن إبراهيم الساعة الأولى الجمعة، يقول نطلع صلاة الفجر ونروح ونغتسل ونتهيأ ونجي على طول نتسابق على الصف الأول، يقول فنقرأ القرآن ما يطلع الخطيب إلا حنا خاتمين. نعم، والشيخ عبد الله مشهور عن هذا ابن غديان أنه يختم القرآن من 7 ساعات إلى 8 ساعات. يذكرون أنه سافر للطائف رحمه الله وركب مع أحد أبنائه، لا أدري هو محمد أو سعود أو غيرهم، وهم من طلبة العلم ومن أهل الفضل، قال فقال الشيخ رحمه الله سمع علي فلان، انطلقوا من الرياض فما وصل الطائف إلا وقد ختم الشيخ رحمه الله. شيء عجيب يا أخوان. هي نعم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نعم، ميسر هذا القرآن، يجريها الله على ألسنة الصادقين، على ألسنة المتقين، على ألسنة المحبين، سلفنا القديم وسلفنا الحديث أخبارهم سارة وعباداتهم مشهودة معلومة. فالسلف كانوا يختمون وتعجب منهم رحمهم الله. طبعا الإمام أحمد ورد أنه يصلي في اليوم 400 ركعة، قالوا لما جلد في فتنة المأمون صار يصلي 300 ركعة. كيف ما شاء الله هذه الصلاة، تعالى الله في ملكه. هؤلاء عرفوا كيف يستغلوا الوقت، يدخل أحدهم إلى المسجد أو يجلس في بيته، فإذا جاءت الساعة التي ليس فيها نهي فزع للصلاة، ولكن لعلهم يخففون حتى يدركوا السجود الأكثر والركوع الأكثر والقيام الأكثر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خادمه ربيع الأسلمي، قال له الرسول يا ربيع، قال لبيك، كان عند الباب والرسول داخل البيت، قال سلني، كان عند العتبة يحتير الرسول يا أمره ولا يطلب منه غرض، خادم شاب صغير، قال سلني، قال فقلت أمهلني يا رسول الله أفكر، ما طلب لا بعير ولا شات ولا إمرة ولا أرض، قال فتأملت فإذا الدنيا فانية فقلت مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ في رواية قال من أخبرك؟ قلت لم يخبرني أحد، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. العلماء يستنبطون من هذه أن تخفيف الصلاة وإكثار الركعات والسجود أفضل. على كل حال سلفنا الصالح في رمضان
كانوا يطون صحائف العلم كمالك وغيره مع فضله وجلالة قدره العلم، ويتفرغون ويقولون إنما هو لقراءة القرآن وإطعام الطعام. فيا من أنت في المهلة، يا من أنت الآن بين قصرك ومسجدك، بين بيتك ومحرابك ومنبرك، يا من معك المهلة الآن، أكثر من العبادة وأكثر من النفقة، لا تبخل، وإذا بخلت فتصدق. أنا عندي الجامع، جامعي نفطر حوالي 300 إلى 400 إلى أكثر، وأشرف على هذا الإفطار، فرصدت سيارة تجي مع سواق كل يوم ينزل كرتون ويضعه، مع أن كل شيء يعني مستغنى عن هذا الكرتون ولا نحتاج له، ولكن نستحي من الله أن نرده، وإلا مؤمن الماء حتى لا جاء أحد يقول بنزل، نقول لا ما نقدر، المستودع مليان. كل يوم يجيب كرتون ماء، يعني الواحد مو عجز يسقي الصوام كرتون ماء ب12 ريال أو 15 ريال، يعني الواحد عجز يجيب كرتون تمر لا بأس به إن لم يكن 30 ريال ولا ب35 أو ب40 ريال من هالسكري الفاخر. وأعرف ماذا أقول، أنا فيه 3 كيلو، فيه مئات التمرات، كم يأكل منها وكم يفك الصيام عليها؟ ليش أحرم نفسك؟ جاك الموت قلت ربي لولا أخرتني إلى جل القريب فأصدق، الآن تصدق أمل الغنيمة، ولا لا انتقلت قلت ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ كلا، ما يمكن، ما يمكن ترجع، الآن اشتغل، الآن في المهلة، تحرك يا أخي، فطر هنا هناك في المسجد الحرام في المسجد النبوي، خلي الأفواه الجائعة، خلي الأفواه الظمآنة تبتل بفضل الله ثم فضلك وصدقتك وسقياك وإطعامك، اترك الشح، اترك البخل. إنما شهر رمضان لتلاوة القرآن وإطعام الطعام. مما أختم فيه وأعتذركم من أطلت، ليلة القدر أوصيكم بها خيرا، أوصيكم بليلة القدر خيرا، يعني الواحد إذا كسل العشر الأول والعشر الأوسط لا يكسل العشر الأواخر مهما كان. يقول الشيخ ابن عثيمين وعجبتني كلمته وحفظتها وأرددها في كل مكان أنتهي إليه، قال من قام العشر، من قام العشر كلها ليالي العشر قطعا قام ليلة القدر، رحمه الله، جميلة كلمته فعلا. إذا أنت قمت كل العشر ليلة القدر، ما وين هي؟ بالمريخ، هي بالعشر، وأرشدت إليها في الأوتار. يعني إذا كسلت العشر الأول العشر، ما تكسل العشر الأواخر أبدا، تقوم قياما كاملا وتسأل الله وتتضرع إليه وتعتكف في المسجد، وما اعتكفت فتكثر من العبادات في بيت الله تارة وفي بيتك تارة، ولا تحرم أولادك، شجعهم وأعطهم بعض الإغراءات وبعض الحوافز. يا أخي أنت بتموت قطعا، وين العالم اللي كانت هنا تعمر المسجد؟ وينهم؟ مئات مشوا. طيب حنا نبي نلحقهم ونتبعهم، حنا على إثرهم، هم السابقون نحن اللاحقون. رب عيالك خلهم يرثون هذا المكان، شجعهم، قل له إذا ختمت يا ولدي أبعطيك 1000 ريال، حد كلن بحسب قدرته، اللي يقدر 5000، اللي قل يا ولدي إذا حفظت القرآن أعطيك سيارة، قل يا ولدي إذا
حببوا لهم الإيمان والقرآن والسنة والمنهج الصالح والاستقامة. قل له إذا قمت الليل مع الإمام العشر الأواخر أو اعتكفت هذه 500 هذه 1000 كلهم بحسبه. أغروا عيالكم ربوهم. سلفنا الصالح لهم مقامات علية ولهم سنن ذهبية لا يأتي المقام هذا ولا الوقت يفي بها. لكن كان واحد كانت أسطح المنازل قديما متقاربة بحيث لعطس الواحد بالسطح شمته جاره اللي بالسطح الثاني بينهم جدير. كان واحد يقوم الليل من العباد فقالت بنية واحد من الجيران قالت يا أبتي كان في عمود هنا وين راح؟ قال يا بنيتي هذا مو بعمود هذا فلان كان يقوم الليل ومات. قال يا بنيتي هذا مو بعمود هذا فلان ابن فلان كان يعبد الله فمات. بعض الطيور كانت تقع على بعض السلف ويصلي تظن أنه عمود أو جذع. فاللهم أحينا كما أحييت القوم من قبلنا بكتابك وسنة نبيك وحسن عبوديتك. اللهم إنا نسألك أن تفتح علينا أبواب رحماتك ومغفرتك وجناتك في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا بسوء نياتنا، اللهم لا تحرمنا بغلظ قلوبنا وأفئدتنا من خيرك وبرك وإحسانك. اللهم اجعلنا من أحسن الناس عبادة لك ومن أحبهم لك ومن أوفاهم لسنة نبيك ومن أكثرهم تمسكا بها. اللهم اجعلنا ممن يقوم الليل في رمضان وغير رمضان إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر في رحاب المسجد الحرام أو في رحاب الجوامع مع المعتكفين أو في المساجد العادية. اللهم اجعلنا ممن يقومها ويدرك أجرها وفضلها والفوز بالفردوس الأعلى والعتق من النار. اللهم إنا نسألك في هذا المكان المبارك الذي عبدت به عقودا من الزمن، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وبعد صلاة العشاء وصلاة التراويح، نسألك يا الله بعد صيام هذا اليوم وقيام هذه الليلة أن تحفظ بلادنا من كل فتنة ومكروه. اللهم احرس ثغورنا وانصر جنودنا وعساكرنا وأصلح ولاتنا وأئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة وامنحهم النصر والعزة. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم ظمأ فأروهم واسقهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مشردون فآوهم، اللهم آوهم إليك، ومن آويته إليك فهو والله المحفوظ المنصور. اللهم عليك ببني صهيون اليهود، اللهم إنهم قتلة الأنبياء وأكلة الخنزير وعبدة الطاغوت، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ارفع عنهم يدك واشدد عليهم وطأتك وانزل عليهم عذابك ورجزك وسخطك إله الحق. اللهم اقطع حبالك بينك، اللهم اقطع الحبل الذي بينك وبينهم والحبال الذي بينهم وبين الناس، واغر العداوة في قلوبهم وشتت شملهم ومزق جمعهم واجعلهم فرقا واحزابا يقتل بعضهم بعضا. اللهم عجل بقادتهم المجرمين، اللهم سلط عليهم يدا من الحق حاصده لا تبقي ولا تذر واحده كلمح بالبصر يا رب العزه والجلال. اللهم اصلح لنا النيه والازواج والذريه. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان واجعلنا ناتي على التمام، واجعلنا يا رب العالمين نصلي العيد كيوم ولدتنا أمهاتنا لا ذنب ولا خطيئة يا رب العزة والجلال.
جزى الله الإمام والمؤذن والمنسق خيرا، وجزى الله الجماعة ومن حضر خير الجزاء الأوفى، وصرفنا الله وإياكم لأهلينا وبيوتنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. وأسأل الله أن يتجاوز عن الجميع، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.